حتى على الطبقة المتوسطة اللحوم والمواد الغذائية ما يمدي الواحد يفرح براتبه 5000 أو 6000 إلا الطيرون في دخلة واحدة للسوق. خاف رب عز وجل ترى دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ناخذ اتصال أم خالد. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أم خالد. الله يجزاك خير يا شيخ. وياك إن شاء الله. وش فيك أم خالد؟ والله يا شيخ أنا بدت معاناتي من 13 سنة ما هي جديدة. ما تشوف من يوم تخط... من يوم تزوجت. نعم. اليوم هذا وأنا معاناة لين عاد طلعت أنا وعيالي لحالنا. نعم نعم. شلون طلع؟ تركني الرجال. نعم. تركني الرجال. نعم. تركني وظليت أنا وعيالي. نعم نعم. بس يا خي أنت الحين تسولف على الغلا وعن. والله يا خي إننا ما نقدر حتى نشتري لقمتنا نحطها هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تنفس تاكل. الإيجارات رفعوها. الأكل رفعوه. نعم. يعني اللي ما لها الحين مورد شهري أو ما لها شيء. وأنت بتروح. أم خالد كم لك ماكلت اللحمة؟ والله يمكن ما تصدقني. لا صدقك أول أو أول رمضان جاني كيس صغير يمكن كيلو من ناس الله يجزاهم خير. آمين يا رب العالمين. وبعدين واحد رمضان هذا آخر مرة أكلت فيها. الله المستعان. وش تسوون؟ وش تأكلون أجل؟ والله يا أخي إلا أحيانا إذا ما لقيت شيء إلا أجيب كيس خبز. أي. وأسوي شاهي وأحط لعيالي على الخبز عشان بس يقضون رواحهم شوي ويصمدون شوي. لا حول ولا قوة يا خي والله كل شيء غلط. ما عند شيء غلط. ما عندك ضمان. ما عندي. أنا مهجورة من زمان. يعني مهجورة من كم سنة. لا حول ولا قوة. ولا لي لا كادود ولا رد. لا حول. طيب ما رحت الجمعيات البر الجمعيات الخيرية؟ رحت للضمان الاجتماعي؟ يا خي والله والله إني رحت لهم مرة يما هذا الجمعية الخيرية اللي عندنا. نعم. وطردوني قالوا انت يا رملة. قلت لا والله ماني برملة. قالوا لا خلاص اذا انت يا رملة يختحن بس للرملة والمطلقات يسجلنا الشهر الثاني. طيب والضعيفات والفقيرات اللي زيت؟ والله يا خي عانيت. والله اني عانيت. لا حول ولا قوة. ما ادري وين اروح. طاقت بالدنيا. الجئ الى الله سبحانه وتعالى يا ام خالد. وين نظروا. كم عندك يا ام خالد؟ كم عندك من العيال؟ عندي 4 عيال كبار. وكلهم صغار. في احد منهم مريض ولا الحمد لله؟ واحد عنده اعاقه بالمخ. لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوه. شلون تعالجينا هذا يا ام خالد؟ والله يا اخي انه يطيح علي اني ما اقدر حتى اوصله. حتى السواقين صاروا غالي. كلش غلط. كلش غلط. كلش ارتفع. ما اقدر حتى اوصله للمستشفى. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وشلون عايشة؟ والله عايشين بالخصف يا خي. لا حول ولا قوة. الأجل ما أدري شو أقول والله. يعني أنت يعني أثرت فينا بكلامك. الله أصبري واحتسبي وإن شاء الله ربي يرزقك بإذن الله من أوسع أبوابه. أهل البيت يبون إيجارهم. الإيجار ارتفع صار من صار يمكن من 13 فوق. أنا منين بجمع على الوفاءات هذه؟ إذا نقمتي حائرة فيها. كل شيء يبي. كل شيء يبي فلوس. منين أنا بجي؟ إي والله كل شيء يبي. كل شيء يبي فلوس. كل شيء يبي. حتى المي. حتى المي عندنا حنا العبيد تعباي. سبحان الله. 30 كل 5 أيام 30 ريال 35 ريال. غير انكم ما تاكلون لحمه ولا تاكلون دجاج ولا تاكلون سمك. والله ما نذوقها. والله ما نذوقها. انت وش رايك العام كلام طيب وزير الزراعه اللي يقول حتى الطبقه اللي فوقكم شوي الطبقه الوسطى اللي عندها يعني شيء يمشي حاله واحواله يقول ما عاد يقدرون ياكلون اللحمه. يعني مو حرام؟ والله حرام عليهم. والله حرام عليهم اللي يسوونه حرام. اسمعي وزير الزراعه. اسمعي وزير التجاره. اسمعوا ما يخافون من الله. اسمعوا دعوة المظلوم. في ناس تتمنى انعمت. والله انعمت لا لحم ولا دجاج ولا اي شيء. انعمت ما غير على النشا والنشويات الخبز والعيش و... يعني حرام عليكم. اسمعت. يوم يحطوا سفرته وياكل ما يفكر باللي وراه. حول ولا قوة الا والله حرام عليه. ان شاء الله. وش يبي تجازه بكره هذا؟
الظلم ظلمات يوم وشي لاقي ربه بس. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مسؤول. نعم. كل راعي مسؤول عن رعيته. نعم. لا وبقول لك شيء يا أم خالد بعد شيء ثاني يضيق الصدر زيادة وبهذه بينها المسؤولين. تدرين كم تقريبا زكاة لو جمعوا التجار اللي عندنا أموالهم وزكاتها زكاة أموالهم 5 مليار ريال. يعني تكفي وتفيض. وينكم عن الفقراء؟ وينكم عن الضعوف؟ وينكم عن المساكين؟ وينكم عن المعلقات؟ وينكم على الأرامل؟ وينكم يا خي بعض التجار يروحون يسافرون برا زكواتهم هيا عسى يعطون الزكوات هنا ولا برا. لكن قولي وين تروح الزكوات؟ هذا إذا صاروا يحطون يعطون زكوات. لكن البعض منهم ما يعترف بشيء اسمه زكاة مع أنها واجبة تأتي بعد الصلاة على طول. على العموم يا مخالد وصل صوتك الله يبارك فيك. وفي اتصالات كثيرة يا أنا بس حبيت أقول هالكلمة هذه. وشي يعني لو كل واحد تبرع بحاجة بسيطة من أمواله اللي عنده. نعم. والله ما حد جاء. طبعا طبعا والله ما حد جاء. والله شوف يا ام خالد قسما بالله لو كل تاجر وكل ميسور حال زكى بأمواله زكاة أمواله والله ما يبقى عندنا فقير. يا اخي تجي بنتي من المدرسه تشم ريحه اكل من بعيد. تجيني بس تشمس يما اليوم شميت ريحه كلها ريحه كبس. يا الله يا الله مو حرام؟ لا والله حرام. يعني انا وش ابي اسوي الدنيا وين اروح؟ نعم. اصبري اصبري يا ناس اللي ما عندها لا مورد لا عندها لا ضمان لا عندها راس وش تسوي؟ ابد سوات الله ابد عليكي بالدعاء والاستغفار وصدقيني رب العزة وجل ما 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 يخيب رجل داعي. ادعي ربك واستغفري وان شاء الله ان شاء الله من خلال ان شاء الله منبر اذاعتي وفهم يجيك خير باذن واحد احد. انا متفائل ترى عندنا ناس فيهم خير كثير كثير باذن الله. الله يحفظك الله يجزاك خير رايتك بيضه ورايت كل الناس مثلك. الله يجزاك خير الحمد لله لو كل الناس مثلك يا شيخ كان ما حد ابتلش بعمره. اللهم اجعلنا احسن ما تظنين ويظنون الاخوان المستمعين والمستمعات. الله يبارك فيك خالد وان شاء الله انتظري. انا زيك انا بنتظر ان شاء الله لين تجيني رساله ولا اتصال باذن الله علشان يساعدونك ويقوموا معك. ربي يجزاك ربي يجزاك خير يا شيخ. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. بارك الله فيك الله يحفظك ويرعاك جزاك الله خير. والله يا اخواني مشكله تقول ما